كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. ما هو مآل قضية متعلقة بمولاي إسماعيل العنوي الذي ربما فاز بالجائزة رغم أنه رئيسا للجنة والشغل؟ بجائزة المجتمع المدني في دورتها الأولى، أولا الدورة الأولى نظمت في نوفمبر 2017، ولم يطار هذا الأمر إلا في دجنبر 2018، وهذا يطرح أسئلة حول إطارته بعد سنة. كان المفروض إذا كان هذا الموضوع مطار أن يقع الانتباه له في حينه. ثانيا، جائزة المجتمع المدني هي تمنح من طرف لجنة تحكيم مستقلة. الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لا يعرف بنتائجها إلا عندما تقدم من طرف اللجنة في الحفل، فهي لجنة مستقلة. قبل ذلك، اللجنة التنظيمية التي تتلقى الترشيحات وتدرس مدى استيفائها الشروط القانونية المنصوص عليها قبل إحالتها على لجنة التحكيم، هذه اللجنة التنظيمية تتكون من مجموعة قطاعات حكومية: وزارة الداخلية، وزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. فالأمر لا يتعلق بوزارة واحدة تتلقى الترشيحات، ولهذا نحرص على تقديم تقرير مفصل للجائزة ضمنه أشغال لجنة التنظيم التي تتكون من قطاعات حكومية متعددة. إذن هذه المسألة الثانية، حتى لا نتصور أن هنالك وزارة تتحكم في اللجنة، لا، ركينا لجنة التنظيم من قطاعات حكومية متعددة. المسألة الثالثة وهي أيضا مهمة، أن السيد مولاي إسماعيل العلوي كان رئيسا للجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، والتي انتهت أشغالها في 2014، أما الجائزة نظمت في 2017، انتهت في 2014 وقدمت أعمالها، بمعنى ليست هنالك لجنة قائمة حاليا. وعندما انتهى عمل اللجنة، وخاصة أن يعني قدمت في حفل توصياتها، وكان ضمن التوصية 130، ضمن التوصية 130 الخاصة بإقرار جائزة سنوية للجمعيات. إذن من ناحية الدستورية، الذين ينتقدون يعني فوز السيد مولاي إسماعيل العلوي بجائزة، هم كأنهم يدعون لجنة التنظيم وبعدها لجنة التحكيم إلى ممارسة التمييز في الحقوق المنصوص عليها في الدستور، يدعون إلى انتهاك الدستور. لأن ما الذي يبرر والذي يمنح الحق للجنة التنظيمية أو لجنة التحكيم أن تمنع مواطنا من أن يتقدم بترشيح، بدعوى أنه في الماضي ماشي في الحاضر؟ هذا ضد القواعد الدستورية المبنية على المساواة في الحقوق والواجبات بالنسبة للمواطنين.